السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكريسماس أو عيد ميلاد سيدنا عيسى أو يسوع أو المسيح أو الناصري. الناصري دي اللي جت من كلمة النصارى. ليه سمي المسيح بالناصري؟ ودي كلمة جميلة مش مفيهاش أي مشاكل خالص. دي حسب رواية العهد الجديد إن سيدنا يسوع أو عيسى ولد في بيت لحم، لكن نشأ وتربى في مدينة الناصرة في بلدة في الجليل. يبقى احنا كده عندنا بيت لحم، وعندنا الناصرة، وعندنا الجليل. كل دي مدن موجودة في فلسطين. وحتى انجيل متى بيقول لك ان كلمة الناصري ده لقب، وسوف يطلق عليه الناصري. هو ده الاسم اللي اشتهر بيه المسيحيين العرب في فترة طويلة جدا. والمصطلح ده من اول ما اتولد سيدنا عيسى او يسوع لحد ما الاسلام، يعني كانت موجودة من قبل الإسلام كتير، وموجود في الكتب آباء الكنيسة. طيب نيجي على الكريسماس أو عيد ميلاد المسيح. هو عندنا كمسلمين هو نبي من أنبياء الله ومن ذوي العزم من الرسل، يعني من أفضل 5 رسل ربنا بعتهم. وهو طبعا في اختلاف في اليوم اللي اتولد فيه، فبنلاقي في الكنيسة الأرثوذكسية، الارثوذكس بيحتفلوا بيه 7 يناير، والكاثوليك والمسيحية الغربية بيحتفلوا بيه في 25 ديسمبر. والكتاب المقدس او العهد الجديد ما فيهوش اي ذكر لتاريخ او موعد ميلاد سيدنا عيسى او يسوع. حصل في مجمع نيقيا سنة 325 اختاروا الميعاد دوت. هما قعدوا يتفقوا وقالوا هو ده الميعاد اللي نحتفل بيه بميلاد سيدنا عيسى. يوم 25 ديسمبر ده كان عيد لتكريم اله روماني اسمه سول انفيكتوس، ده بيرمز للشمس. فلما هما ما قدروش يحددوا ميعاد سيدنا عيسى بدقة، هما اختاروا الميعاد دوت لان كون المسيح شمس العهد الجديد ونور العالم. طب ليه حصل اختلاف بين الكاثوليك والارثوذكس والثقافات المسيحية؟ ده نتيجة ان في نوعين من التقويمين، في تقييم الجرجوري واليولياني، حصل في اختلاف بينهم 13 يوم. هو ده اللي سبب ان احتفلوا بيه في كذا، في ناس كذا، في ناس قالوا احنا هنشتغل بالتقويم ده، وفي ناس قالوا هنشتغل بالتقويم دوت. فالفرق بس في ان التقويم اللي هنعتمد عليه. كان في التقويم اليولياني الاول، وبعد كده لما عملوا التقويم الجرجوري اللي هو اغلب دول العالم شغاله بيه، حصل فرق في التوقيت. تمام. لكن اللي يهمنا هو ان هو اتولد، يعني حتى الرسول عليه السلام الرسول محمد ما نقدرش نحدد بدقة هو اتولد يوم ايه. ما كانش فيه سجلات للميلاد في الايام زمان، فما نقدرش نحدد لا يوم ميلاد سيدنا عيسى ولا يوم الرسول عليه السلام. لكن الاهم ان احنا نلتزم بالاخلاق والمعاملات والدين اللي جه بيه، ونبدأ ان احنا نتمسك بالقيم اللي هو قالنا عليها. العجيب في الكريسماس، كنت لسه بقرا كده، يعني الواحد اسمه جون دانيال، هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو، كان بيقول لك انا مستغرب ان هو سيدنا عيسى اتولد في بيت لحم اللي موجود في فلسطين، كان بيحتفل بالشجره دي اللي مش موجوده غير عند الغرب، وبابا نويل اللي هو احنا مش عارفين جه منين. ليه 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 احنا بنتزين بحاجه مش في ديننا، ما كانش موجوده اصلا؟ تمام. ده كلام جون دانيال، هسيب لك الرابط عشان تتأكد من الكلام ده. وحتى لقيت ناس كتيرة من الأصدقاء المسيحيين كاتبين برضو نفس الكلام، يعني احنا المفروض نلتزم بالأخلاق والمعاملات، ونشوف ايه الحاجات. يعني العيد اكتسب طابع اقتصادي، يعني بنحتفل بيه للشركات بتحاول تعمل دعاية كويسة بحيث انها تبيع قدر كبير جدا من الأشجار عيد الميلاد وي 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 والحاجات ديت، وافلام معينه وحاجات معينه، لكن مش هو ده الاحتفال. طبعا استغلال الكريسماس تجاريا ده موجود في كل الاديان، يعني موجود حتى في الاسلام، في اليهوديه. يعني احنا عندنا في الاسلام في عيدين، عيد الفطر وعيد الاضحى، لكن هتلاقي اعياد كتيره جدا. مثلا الفاطميين كانوا عايزين يقربوا المسلمين، فبداوا يعملوا اعياد وعاشوره، ويبداوا يعملوا اكلات، ولازم تشتري حلوى المولد، وفي عروسه وحصان معرفش جم منين العروسه والحصان دول، ولازم تشتريها، والا يبقى يعني عملت مشكله، ويعني حاجه فظيعه جدا. محدش يفهم من الفيديو دوت ان انا بهاجم
او بعمل مشاكل او كده. لا، الموضوع ابسط من كده بكتير. يعني انت لو عندك اي احتفال قولوا لنا واحنا نيجي نحرسكو، وايا كان يعني احنا كلنا متشاركين في وطن واحد وبنتعامل مع بعض بشكل كويس جدا. واقوى دليل موضوع 25 يناير اللي خلانا نعمل الفيديو دوت، ان على طول يقول لك اليهود بيقول لك لا ده عيسى او يسوع او ايا يكن المسيح يهودي. يهودي ايه ده، انتوا سلمتوه حسب الاربع اناجيل في اتفاق ان اليهود هم اللي سلموه للرومان عشان يصلبوه. وحتى القاضي قال لهم احنا عندنا عيد وممكن نطلق حد، قالوا لا اطلق راس الحرامية وسيبه يتصلب حسب ما موجود في الاناجيل. بس سيدنا عيسى الثابت من السيرة اللي احنا قلناها ان هو فلسطيني، ففي عز الظروف اللي احنا موجودين فيها سيدنا عيسى ولد في بيت لحم ونشأ في الناصرة، ودي مدينة في الجليل يعني كلها في فلسطين، يعني اكتر شخص ممكن نقول عليه فلسطيني. فواحنا بنحتفل او الناس اللي بتحتفل بالكريسماس تذكروا ان سيدنا عيسى يعني فلسطيني. وغيرت الناس حتى اللي بتتكلم او ليها متابعين اجانب يفكروهم طول الوقت ان يعني انتوا ازاي بتحتفلوا واقارب والناس اللي عاش معاهم سيدنا عيسى واللي كانوا الحواريين والحاجات دي كلها بيتقتلوا. لازم الناس تبدأ تفوق، يعني نستغل فرصة أي فرصة تبقى موجودة إن احنا نفكر الناس بقضية فلسطين، إن يسوع فلسطيني قبل ما يكون يهودي. اليهود سلموه واللي تقبلوا واللي عاش معاهم واللي نشأ منه الحواريين أو الرسل كلهم فلسطينيين وكلهم نشروا المنهج بتاعه. فنتذكر دايما فلسطين.